كاينه بنتي راه كاينه واحد الحاجه ضروري خصك تعرفيها. انا وباباك ماشي والديك الحقيقيين. انتي كيفاش السي ما فهمتش انا واش انا ماشي بنتكم؟ راه في راسي نفسي اسمعيني مزيان عليك. كيفاش بغيتي ما فهموش انا ماشي بنتكم؟ سكين انا غنعاود لك شنو بغيتي. شنو؟ شنو بغيتي تعاود ليا؟ شنو بغيتي؟ اسمعيني الله يخليك اسمعيني بنتي. كانت عندي 5 سنين كنتي كتبيعي في الزنقة وكديت انا وصاحبي الموطور وضربناك. انت تفقدي الذاكرة. ملي فقدتي الذاكرة كنت بشكل الدار عاد الهام ونتي حتى ما عندكش ماما وباباك حاولنا انا نتبناو وتبنيناك بالصحة ولا شي بنتنا والحمد لله قريناك وربيناك تربية صالحة تبارك الله انت كنتي وحتى دابا بنتي راه كتبقاي ديما بنتي حنا بغينا نصحى لا الحقيقة اللي عرفتي غتبقاي ديما بنتي هادشي الا بغيتي انت حاولي تفهمينا بنتي الله يخليك انا وماما ما بغيناش الضمير ديالنا يبقى عندنا دابا كيفاش انتما ماشي والدي وانا كيتحبني انتما والدي كنتي راكم قدوة ديالي كيفاش هادشي كيفاش دابا كيفاش وقع هادشي امتى وقع وعلاش علاش جبتيني عندك مني انا ماشي بنتك علاش حاجه ما انا وجب ليها رزقي كل نهار قول لي اليوم غدا اليوم غدا سير سير الله يحفظك صافي سمحنا الله حافظك شنو مالك اصاحبي ديما مضاربنا مع بنادم امانه اصاحبي شحال ديما مضارب مع بنادم اصاحبي مالك اصاحبي دير عقلك شويه اصاحبي المهم شي حاجه شويه ودي خير اصاحبي صافي شي مزيان الحمد لله راه المهم بندخل معاك في الموضوع ديالك كيف بغيتي اش كنت ناوي ان شاء الله نكمل دينا خويا السيم مرحبا ما نمشيو معاك مش عارف شكون بعد لا ما عرفتش شكون شو احنا بالدرب قريبه لك بزاف شكون هي؟ راه عندي قريبه ليا بزاف راهي الخوادريه وانا خصك من نيتك زعما كنهضر معاك خصك راه عرفتيني من باش نضرب كره تعرف باش حاجه زعما غتكون رويجل ان شاء الله غتعرفني اخويا السيم مرحبا سيدي شكون راجل غتعرفني شنو كنسول عا باش نوضح لك واحد القضيه راه عارف انت هي اللي عندي عارف ما عندنا لا ام لا اب هي اللي كاينه هي كاينه غدير مع ولا راه ما نعقلش عليها راه عارفنا اخويا السيم ان شاء الله حنا يلاه غنتعرفوا شحال دراري صغار دابا انا غير وصلت لك الميساج المهم انا بغيت تهضر معاه وترد ترد عليه في اقرب شنو دير نسيت الكتاب ما تشوف معايا غنعيط لها تجي عندي سير عاود كويس شي خديجه جيب لي معاك ديك الساعه راه في التلفازه تجي عندي يلا السلام معك كيف حالك شو كيف حالك شو اجي معاك مين اسمك شنو الاخر بغى يتزوج مالنا كيفاش حنا مالنا راه انا تستغرب بحال قلت بغى يتزوج شوفي شوفي ما تقعدي هذيك الضحكه الصفراء جيني من الاخر كاينه شي حاجه تنسى لا كاينه شي حاجه سمعيني انا خوك عارف شنو كاين ياك شنو بالك دابا شنو غنقول باش نوضح لك انا ما غاديش ندوز عليك شي حاجه اللي بغيتها مرحبا غتكمل القرايه صافي واش غنقول تضرب شي عليك دابا شنو لا قلت لك انا ما غاديش ندوز عليك دوي اش غنقول لك هذا الشيء يلا سير يلا تحرك كون راجل دير معايا ولا ما غنعقلش عليك ليش قلت صافي هي رقات صافي باغي بصح قبل وكان كنهضر معاه الحمد لله المهم انا غنمشي عند واحد الخالتي غادي نهضر معاه كي الا غتكلم صافي من بعد راه غنحدد معاك النهار اللي غتجي عندنا صافي خويا انا غنمشي دابا نحوس نمشي من طريق خالتي ونجي عندك ان شاء الله صافي يلا حيد شوف ما نخيفش صافي يلا